استقبلنا هذه المصلحة وفتحناها أول نوفمبر. في أول نوفمبر هي مصلحة جديدة كما قلت لكم، فيها تسع إلى 80 سرير. دوك سوف يكون لنا من أكبر مصالح جراحة الأطفال في الجزائر. فيها ست قاعات، بلي سي لا ويا لو بلوس دو بلوك اوبيراتوار كوم سيرفيس دو شيروجي بيدياتريك. لاكتيفيتي دو سيرفيس ال ريبارتي على الاقل فيها جراحه المسالك البوليه والجراحه البطن وجراحه العظام وتاهيل العظام سكون ابل لورتوبيدي بيدياتريك.